كتكلم عن اساتذه متعاقبين، انا كنقول لك ما بقاش التعاقد. الوزاره اسقطت التعاقد في 13 مارس 2019. هاد التعاقد راه كانت ورقه، انا كنت في البرلمان من 2016 2018، كانت ورقه بين الوزاره وهاد الاساتذه. جينا حنايا اقترحنا نظام اساسي اولي في 55 ماده، وفي 13 مارس 2019 اعتمدنا نظام اساسي اللي راينا فيه المماثله والمطابقه مع النظام الاساسي للوظيفه العموميه، 103 ديال المواد. ما بقى حتى شي مشكل اليوم. يمكن هاد الاساتذه يوليو مدراء مفتشين، يولجوا المناصب، يديروا اللي بغاو يديروا، فهمتيني؟ بقاو جوج نقاط، المعاش والحركه. المعاش اليوم حنايا في طور المصادقة على المستوى ديال مجلس الحكومة ديال القانون اللي إن شاء الله غادي نحيلو على البرلمان باش نعدلوه ويستافدو حتى هما من السامح، ما يبقاوش في الإخ سي آيخ. دونك هو المشكل تحل. والحركة قلنا لكانوا بعض الحالات استثنائية يمكن يتحلوا بفضل التبادل بين أكاديمية وأكاديمية، لان هذا التوظيف الجهوي هو اللي مكننا باش الحمد لله اليوم يكونوا الاساتذه في هذه المناطق. حنا اليوم فين؟ حنا في العالم القروي، فهمتيني؟ بفضل هذا التوظيف الجهوي اليوم يمكننا نقلصوا من عدد الاقسام المشتركه ما اكثر من جوج، من جوج 3 4 5 6، راه كنا عندنا اقسام مشتركه حتى 6. نقلصوا من الاكتضاد على المستوى ديال الاقسام، كنا اكثر من 40، واحد النسب كبيره اللي ما اقل من 5% اكثر من 40 بفضل هذا التوظيف الجهوي. في ظرف 5 سنوات وظفنا 100,000 استاذ، ما عمرنا ما كان يكون تعطانا مناصب ماليه وكون ما اعتمدناش هذا التوظيف. وايضا تسديد الحاجيات ديال الاكاديميات. اليوم لا مركزيه ولا تمركز، فين مفعل؟ في قطاع التعليم، في الاكاديميات بفضل القانون 070 اللي خرج في 2000 واللي تم الاعتماد ديالو في 2003. وبفضل هذا التمركز اليوم الخصاص كيدبروه الاكاديميات، هما اللي كيديروا الحاجيات ديالهم، هما اللي كينظموا المباريات، هما اللي كيوظفوا. دونك هذا واحد المكسب كبير اللي اليوم الدوله ما شافه. هذا خيار استراتيجي وقلناها. دونك ما يمكنناش نتراجعوا على التوظيف الجهوي ابدا. والتعاقد حنايا سقطنا التعاقد، حتى شي واحد اخر ما سقطنا، حنا سقطنا التعاقد 13 مارس 2019. وكنقدم لك الدعوه تمشي تقرا هذا النظام الاساسي، وديك الساعه غادي ماذا تقول بصريح العباره لاولئك الذين قصدوا العاصمه من اجل انهم يملؤوا الشوارع؟ باختصار السيد الوزير، ديالهم هذوك اشكال نضاليه، هذاك شغلهم يديروا ما بغاو، فهمتيني؟ حنايا حنا في واحد الفتره ديال العطله كنبدهم يرتاحوا مع راسهم ويستعدوا باش يعاودوا يرجعوا للمؤسسات ديالهم بعد الدخول. ولكن هما فضلوا يصعدوا ويمشيوا في هذا المسار الاحتجاجي، هذاك شغلهم، هذاك كيهمهم. شكرا شكرا. ما تنساوش تتابعونا في قناه اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصية الجرس باش يوصلكم كل جديد. ديروا شير الفيديو وبارتاجوا الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.